لن أتكلم اليوم عن شخصية أو واقعة تاريخية، وإنما سأتكلم عن قطعة أثرية. هذه القطعة هي اليوم أكبر سر تاريخي غامض ذكرت في الديانات السماوية الثلاث لما لها من أهمية. الكل يحلم في فك لغزها، ولكن الحقيقة الوحيدة حتى الآن أنها اختفت تماماً. أساطير وروايات حول مكانها وحول قدراتها الخارقة، والأهم خطر الاقتراب منها. أما السؤال الأبرز، هل وجدتها فعلاً قواً عظمى سرية كلنا نعرفهم وأخفتها للاستيلاء على العالم؟ تابوت السكينة أو تابوت العهد ولغز اختفائه؟ لطالما كانت ممتلكات الملوك وآثار الحضارات العظيمة السابقة محط اهتمام العلماء والباحثين، سواء لقيمتها المادية أو المعنوية، وقد غصت المتاحف حول العالم بالعديد من هذه القطع التي تعود إلى حقبات وحضارات مختلفة، سواء كانت تاجاً ذهبياً أو معطفاً أو كرسياً أو صولجان أو حتى مخطوطة أو قبر، إلا أن القطعة التي سأتحدث عنها اليوم أهميتها البالغة تكمن في عاملين: الأول رمزيتها ومحتوياتها، والثاني اختفاؤها الغريب لدرجة باتت مادة دسمة للعديد من الأساطير والروايات. القطعة التي شغلت العالم وما زالت تشغله إلى اليوم هي تابوت السكينة، أو كما يقال عنها تابوت العهد وسر اختفائها العجيب. لا تنسوا أصدقائي أن تشتركوا في قنواتنا الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه وتراسلوني على حساباتي الشخصية في إنستغرام وفيسبوك لطرح أي معلومة أو تعليق. دارت العديد من الأساطير حول تابوت العهد، وبات الجميع يتساءل ما الذي حل به؟ ولماذا لم يعد هناك أي ذكر له في الكتابات التاريخية؟ هل دمر؟ أتلف أم سرق؟ والأهم، هل ما يقال عن قدراته الخارقة صحيح؟ وأنه كان يضم تكنولوجيا متطورة إلا أنها مؤذية إلى حد كبير؟ هذا ما سنحاول معرفته في هذه الحلقة من غموض. في هذه الحلقة سأتحدث عن تاريخ التابوت وشكله وقصته عند المسلمين والمسيحيين واليهود، قيمة التابوت وما يحتويه بحسب المعتقدات، في التاريخ والقصص من أخذ التابوت وما حقيقة وجوده في أثيوبيا، مكانه الحالي وربطه بالماسونية وبنظرية المؤامرة، وأخيراً معتقدات وقصص شائعة عن هذا التابوت. يعود تاريخ تابوت العهد إلى زمن النبي موسى عليه السلام بحسب النصوص اليهودية، إذ أمر الله سبحانه وتعالى موسى ببناء التابوت، وذلك على لسان ملكين عند جبل سيناء. التابوت الذي ما زال الجميع يبحث عنه إلى اليوم على شكل صندوق، وبحسب النصوص اليهودية والمسيحية تبلغ أبعاده كالتالي: طوله 111 سنتيمتر، عرضه 67 سنتيمتر، وارتفاعه 67 سنتيمتر أيضاً، وهو مصنوع من خشب الصنت ومغطى بالذهب من الداخل والخارج، وله حافة مزخرفة، وعلى طرفي غطائه المصنوع من الذهب يوجد ملكان متقابلان وجهاً لوجه، وأجنحتهما مبسوطة بوضعية تظلل الغطاء، والملكان أيضاً مصنوعان من الذهب. هذا وتوجد فوق قوائم التابوت أربع حلقات من الذهب لإدخال عصي مصنوعة من خشب الصنت ومطلية بالذهب، تستخدم لحمل التابوت لتغيير موقعه. ذكر هذا التابوت في الكتب السماوية الثلاثة، فالتابوت عند اليهود من أقدس المقدسات، وقصته لديهم تتشابه مع القصة التي ذكرت في النصوص الدينية لدى المسيحيين. وبحسب الكتابات كان يضع اليهود تابوت العهد خلال ترحالهم في وسط خيمة، وذلك إلى أن قام الملك سليمان ببناء الهيكل المقدس على قمة جبل موريا في القدس المحتلة، الذي يدعى اليوم بجبل الهيكل، وهو في فلسطين المحتلة وتحديداً في القدس بالقرب من مسجد قبة الصخرة أو أسفله. يعتقد اليهود أن روح الله قد حلت في التابوت، وعندما تم تدمير الهيكل للمرة الأولى في العام 586 قبل الميلاد على يد نبوخذ نصر البابلي فقد تابوت العهد. ويعتقد الكثيرون أنه تم إحراقه مع ما أحرق من محتويات الهيكل، فقد تم تدمير الهيكل وإحراق محتوياته، إلا أن العصي التي يحمل بها التابوت لم يحدث لها شيء، إذ يقول النص: وهي ما برحت هناك إلى هذا اليوم. هذا ولم يأتي النص على ذكر التابوت على الإطلاق.
هذا وذكر التابوت في النصوص الإسلامية أيضا، إذ قال تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، صدق الله العظيم. وبحسب الروايات الإسلامية، عندما طلب بنو إسرائيل قبل عهد داود عليه السلام أن يجعل الله لهم ملكا يجمعهم ويوحد كلمتهم ويقودهم، استجاب الله لهم وجعل طالوت ملكا عليهم، وجعل علامة اختياره أن تأتي الملائكة بالتابوت الذي استولى عليه أعداؤهم، وهو صندوق فيه بقية من آثار آل موسى وهارون عليهما السلام، توارثه الصالحون من بني إسرائيل. وعند عودة التابوت إليهم جعل الله فيه الطمأنينة لنفوسهم التي بقيت مضطربة لفقده واستيلاء الأعداء عليه. وكانت عودة التابوت إلى بني إسرائيل بمثابة آية استحقاق طالوت للملك بالنسبة إليهم، بعدما عارض بنو إسرائيل فكرة تولي طالوت الذي لم يكن من سبط النبوة للملك في زمن نبي منهم اسمه شمويل. قبل التطرق إلى محتويات التابوت ورمزيته، لابد من التنويه إلى أن لهذا التابوت أسماء متعددة تختلف من نص ديني إلى آخر. فعند اليهود أطلق عليه اسم تابوت العهد، وعند المسيحيين تابوت الشهادة، وعند المسلمين فقد أطلق عليه اسم تابوت السكينة. يكتسب التابوت أهمية كبيرة لا سيما لدى اليهود، فهو يرمز إلى حضور الله بالنسبة إليهم، لدرجة باتوا يؤمنون بأن لديه قدرات خارقة تؤمن لهم الفوز في المعارك بحضور التابوت، وتحجب عنهم النصر في حال غيابه. هذا وللغطاء بالذات قيمة بالغة لديهم، إذ يدعى بغطاء الكفارة أو كرسي الرحمة، وقد كان يستخدم يوم الكفارة أو الغفران على وجه التحديد، إذ كان يرش رئيس الكهنة لدى اليهود دم عجل وجدي عليه للتكفير عن خطاياه وخطايا بني إسرائيل. تتساءلون عن محتوياته؟ حسناً، السائد في المعتقدات في الديانات الثلاث أن أول ما وضع في تابوت العهد لوحي الحجر اللذين كتبت عليهما الوصايا العشر، وفيما بعد وضعت فيه أيضاً جرة ذهبية احتوت على المن وعصا موسى وعصا هارون وثيابهما وأشياء أخرى غير معروفة. هنا نصل إلى النقطة الأكثر غرابة والتي نسج حولها العديد من الأساطير والروايات، وهي اختفاء تابوت السكينة أو العهد. فآخر ذكر للتابوت بالنصوص التاريخية يتمثل بما جاء في النصوص اليهودية التي تشير إلى وجوده داخل هيكل سليمان، بحيث لا يوجد أي نص تاريخي يهودي يتحدث عن التابوت في الفترة الزمنية التي تلت عهد الملك سليمان وعما حل به. الأمر ذاته في النصوص الإسلامية، إذ ذكر تابوت السكينة في قصة الملك طالوت والنبي داود عليهما السلام فقط. السؤالان البديهيان هنا: أولاً، من أخذ التابوت؟ وثانياً، أين هو الآن؟ إن الأسطورة الأشهر التي تتعلق بمن أخذ تابوت العهد من هيكل سليمان هي تلك الأسطورة القادمة من القارة الأفريقية. تقول الأسطورة أن بلقيس ملكة سبأ بعد أن تزوجت من النبي سليمان عليه السلام قد حملت منه ووضعت ابنه. عاش الطفل مع والدته في مملكتها التي يقال أنها في أثيوبيا، وعندما بلغ 20 من العمر سافر إلى القدس حيث والده ليكمل دراسته. ذا عصيت ابن سليمان حتى بات كهنة الملك يغارون منه، فأجمعوا على ضرورة أن يعود إلى سبأ. هل قبل الملك سليمان هذا الأمر؟ نعم، ولكن بشرط واحد، وهو أن يصطحب أبناء الشيوخ ابنه إلى وجهته، وهذا ما حصل بالفعل بحسب الأسطورة، مع تفصيل مهم للغاية هو أخذ تابوت العهد. فبحسب الرواية قام ابن رئيس الكهنة بأخذ التابوت معهم إلى أفريقيا بعلم ابن سليمان، وبعد نجاح خطته أسس ابن سليمان في أكسوم بأثيوبيا ما يعرف بالقدس الثانية. وبحسب مؤيدي هذه النظرية فإن وجود اليهود في أثيوبيا هو دليل على صحة هذه الأسطورة. هذا ليس كل شيء، إذ يقال أن التابوت مخبأ منذ ذلك الحين في معبد لاليبيلا الذي تحول لاحقاً إلى كنيسة. المثير للاهتمام في هذا المعبد هو كيفية بنائه، فهو منحوت
داخل جبل بطريقة دقيقة جدا ومحيرة، لدرجة اعتبر البعض أن الجن الذين كانوا تحت إمرة النبي سليمان عليه السلام هم من قاموا ببناء هذا المعبد الذي بقي فيه ابنه وبعض الأفراد لحماية التابوت. المثير للاهتمام أن الكنيسة الأثيوبية تؤمن بأن تابوت العهد موجود في كنيسة بمدينة أكسوم، وأنه تحت غطاء سري ثقيل، حيث يتم تعيين كاهن عجوز يسمح له فقط بالدخول لرؤية هذا التابوت. والغريب أن من يتبوأ هذا المنصب يتم تغييره باستمرار بسبب وفاته في ظروف غير طبيعية. كما أن حراس التابوت يدعون بأنهم أصيبوا بضعف في البصر فور توليهم حراسة التابوت ومشاهدتهم له. تذكروا هذه النقطة جيداً، فما سأقوله لاحقاً سيصيبكم بالدهشة. وجود تابوت العهد في أثيوبيا هو فرضية من عدة فرضيات منتشرة حول موقعه الحالي، فمن بين الفرضيات أيضاً والتي تعتبر الأبرز حتى الآن هي وجود تابوت العهد أسفل المسجد الأقصى. وفي هذا السياق يقول عالم الآثار لين ريتماير اليهودي بعد عدة اختبارات قام بها على جبل الهيكل في القدس أنه قد عثر على الموقع الحقيقي للمعبد الأول، ويدعي أنه اكتشف قطعة من صخور الأساس التي تتطابق وأبعاد تابوت العهد تماماً. لذلك يعتقد أن التابوت مدفون على عمق كبير داخل جبل الهيكل، وهذه المزاعم ما زال يستخدمها الإسرائيليون حتى اليوم في محاولة منهم لهدم المسجد الأقصى وإعادة بناء هيكل سليمان، مع العلم أن النصوص الإسلامية تؤكد أن المسجد الأقصى قد بنته الملائكة منذ مئات السنين، أي قبل زمن النبي سليمان عليه السلام. ومن بين الفرضيات أيضاً وهي غير مؤكدة وغير موثقة في أي نص تاريخي، قيام إحدى الجماعات اليهودية بأخذ التابوت وبدفنه في الصحراء الأردنية، في حين تقول فرضية أخرى أن التابوت يقع أسفل بحيرة طبرية وأنه سيظهر في نهاية الأزمان. الله وحده يعلم. هذا ليس كل شيء، فهناك فرضية أخرى أكثر جدلية، وهي أن فرسان الهيكل قد عثروا على تابوت العهد واستولوا عليه، وأنه انتقل منهم فيما بعد إلى أكثر الجماعات غموضاً ونفوذاً على الأرض. أعرفتم أي جماعة أقصد؟ نعم، الماسونية، إذ هناك مزاعم بأن التابوت بحوزة الماسونيين الذين يسعون إلى استخدام طاقاته التي يؤمن بها اليهود للسيطرة أكثر وأكثر على العالم. ولكنني أكرر، هذه الفرضيات بأسرها غير مؤكدة، إلا أنها تتناقل من جيل إلى جيل. إذن موقع التابوت ما زال مجهولاً إلى يومنا هذا، وما زال العلماء يسعون جاهدين لاكتشاف ولو طرف خيط قد يقودهم إلى مكانه، كالمكتشف فيندل جونز الذي يعتقد أن هناك مخطوطة واحدة تدعى المخطوطة النحاسية المبهمة، وهي من ضمن مخطوطات البحر الميت التي وجدت في وادي قمران. هي في الواقع شكل من أشكال خريطة كنز توضح مكان عدد من الكنوز الثمينة التي أخذت من هيكل سليمان، ومن بينها تابوت العهد المفقود، إلا أن هذه النظرية أيضاً لم يتم تأكيد صحتها بعد، لا سيما وأنه لم يتمكن أحد من تحديد المواقع الجغرافية المذكورة في هذه المخطوطة. هذا يوصلنا إلى الفكرة التي قلت لكم في سياق الحلقة أنها ستذهلكم، وهي أن تابوت العهد ليس مجرد صندوق خشبي مطلي بالذهب، وإنما دليل على تطور علمي هائل في ذلك الزمان، إذ يحتوي على مواد مشعة. كيف؟ إليكم التفاصيل. يقول الكاتب السويسري إريخ فون دينيكن في كتابه علامات الآلهة أن ما قرأه عن تابوت بني إسرائيل قد أثار اهتمامه، فقد قرأ في كتبهم القديمة بأنهم كانوا حريصين على حمل التابوت معهم في كل معركة يخوضونها، وأنهم كانوا ينتصرون في كل مرة كان بحوزتهم، في حين كانوا يهزمون شر هزيمة إذا لم يكن معهم. كما قرأ بأنهم كانوا يحفظون التابوت في هيكل خاص بنوه لهذا الغرض فوق تلة في مكان بعيد عن الناس، وبأن هذا الهيكل كان خاضعاً للحراسة المشددة ليلاً نهاراً، وكان دخول الهيكل أو الاقتراب من التابوت يقتصر على الكهنة المكلفين بذلك. وهنا النقطة المثيرة للاهتمام،
إذ ذكر في الكتب القديمة أن كل من اقترب من التابوت بدون اتخاذ احتياطات معينة أو ما كان يعرف بإتمام الطقوس تعرض لأمراض غريبة وخطيرة، وكان الموت المحتم من نصيبه بعد أيام قليلة. أليس هذا ما قاله أيضاً حراس التابوت في أثيوبيا؟ أهي مجرد صدفة أن تتشابه التفاصيل في قصتين مختلفتين؟ لا أحد يعلم. لنكمل، يرى الكاتب السويسري أن الظروف الغامضة والأمراض الغريبة التي يصاب بها كل من يقترب من التابوت تشبه العوارض التي يمكن معاينتها على كل من يتعرض للإشعاعات الذرية. لذلك هو يعتقد أن الطقوس التي كان الكهنة يتبعونها عند اقترابهم من التابوت لم تكن سوى احتياطات للوقاية من خطر الإشعاعات النووية. واجه دينيكن صعوبات كثيرة خلال رحلة إثبات وجهة نظره، إلا أنه وصل إلى الاستنتاج التالي: لقد كانت العلوم في الزمن القديم متقدمة جداً، أكثر بكثير من تقدمها في زمننا هذا. لذلك فإن كل ما كان بداخل تابوت العهد بحسب الكاتب السويسري فهو آلة تستخدم النظائر المشعة لإنتاج المن والسلوى من الهواء، وهي الآلة التي كان يحملها اليهود معهم فيما يشبه التابوت في تيههم الذي دام 40 عاما في الصحراء. ولولا هذه الآلة لماتوا جوعا وعطشا في تلك الصحراء القاحلة، كما بنوا لها هيكلا للحفاظ عليها ولمنع الناس من الاقتراب منها والتعرض لإشعاعاتها. سواء كانت هذه الفرضية صحيحة أم لا، ستبقى هي أيضا لغزا محيرا من ضمن الألغاز التي تدور حول تابوت العهد الشهير، بحيث ستبقى الأجيال تتناقل هذه القصص والروايات إلى أن يأتي اليوم الذي تنكشف فيه الحقيقة. فما رأيكم؟ هل التابوت موجود أو دمر على مر التاريخ الذي شهد حروبا وتغيرات كثيرة؟ وإن كان ما زال موجوداً، فهل هو في أثيوبيا أم في فلسطين المحتلة أم في موقع آخر مجهول تماماً؟ والسؤال الأبرز، هل يحتوي حقاً على تكنولوجيا متطورة تسعى الجماعات السرية في العالم إلى امتلاكها لأهداف ومصالح خاصة؟ والأهم، هل سنجد أي إجابة عن هذه الأسئلة أو طرف خيط قبل نهاية الزمان؟ تابوت موسى أو تابوت العهد أو تابوت السكينة، معلومات يجب عليكم أن تطلعوا عليها أصدقائي. لا تنسوا أن تشاركوني تعليقاتكم وآراءكم، وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وأن تشتركوا معي في القناة.